وده يرجعنا تاني يا نهاوند لدور الجماهير اللي دايما صوت زائرهم وتشجيعهم عنده قدره ان هو يحرك الحجر في ارضيه الملعب. اللعيبه كانت بتاكل النجيله بالمعنى الحرفي عشان تكسب وعشان تفرح الجماهير الجميله اللي كانت منوره المدرجات. وطبعا الماتش الجاي ان شاء الله هيكون لقائنا امام تونس في نصف النهائي واللي هيكون يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، برضو محتاجين دعم ومسانده الجماهير بقوه في المدرجات، وباذن الله خطوه بخطوه منتخبنا يصل للنهائي، وباذن الله خطوه بخطوه نتوج بالبطوله. وطبعا ده هدفنا، وتبقى يعني ايه عاده بقى، تبقى العاده ده هي ربنا ما يقطع لنا عاده. أيوة يعني صح. هتكون ايه، تعالي نسميها مجازا كده، بدايه مبشره مع كيروش بالعوده لمنصات التتويج مره ثانيه عشان ندخل بقى في الاكثر جديه بعد كده في امم افريقيا والمباراه الفاصله المؤهله للمونديال وحدوته طويله عريضه، ربنا يصلح الحال ان شاء الله ويكرمنا فيها.